الاتهام إلى عناصر أجنبية في تدبير الهجوم الدموي الذي استهدف كنيسة بمدينة الإسكندرية. وكان الهجوم الذي خلف عشرات بين قتلى وجرحى قد شكل محطة جديدة في سلسلة الهجمات التي طالت أهدافا قبطية، طارحا في نظر كثيرين تحديات جمع على واقع ومستقبل التعايش الديني في مصر. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه من زاويتين. ما هي الرسائل التي حملها الهجوم الذي استهدف كنيسة الإسكندرية، خاصة لجهة حجمه والطرف الذي يقف وراءه؟ وكيف ستتعامل الساحة المصرية مع التحديات الجديدة التي باتت تحيق بالتعايش الديني على وقع هذا الهجوم؟ السلام عليكم. مرة أخرى يطل في مصر شبح العنف الطائفي برأسه، ومن بوابة الإسكندرية هذه المرة. هناك استهدف تفجير كنيسة قبطية فسقط العشرات بين قتيل وجريح، وعاد نتيجة لذلك هاجس التوتر بين المسلمين والأقباط ليخيم على الأجواء. وقبل أن يتوصل التحقيق إلى نتائج حاسمة، اتجهت أصابع الاتهام نحو تنظيم القاعدة الذي سبق له أن بدأ في تنفيذ وعيده ضد مسيحي الشرق الأوسط بهجوم لا يقل دموية استهدف كنيسة سيدة النجاة في بغداد قبل زهاء الشهرين. عام جديد أبى إلا أن يبدأ كما بدأ سابقه، فهنا في الإسكندرية سقط العشرات من الضحايا والمصابين نتيجة انفجار عبوة ناسفة يقول الأمن إنها صنعت محليا، وأن مفجرها انتحاري جاء وحده إلى هنا ولا يعرف أحد حتى اللحظة الرسالة التي أراد إرسالها. حادث وإن اختلف في تفاصيله فإنه يبقى مشابها لما حدث في نجع حمادي العام الماضي حين فتحت النار على الخارجين من قداس عيد الميلاد. ما يفصل بين الحادثين ربما هو طريقة التنفيذ والمجموعة التي قامت بهما. في نجع حمادي لدينا حادث فردي على خلفية جنائية إجرامية وأيضا طائفية، ولكن في الإسكندرية نحن إزاء حادث على الأرجح قامت به مجموعة ذات طابع احترافي. الحادث هو الأكبر من نوعه منذ مذبحة الأقصر عام 97، وهو الأول من نوعه إذا ما صدقت البيانات عن عملية تفجير بسيارة مفخخة أو عملية انتحارية، فكلاهما يعد جديدا على مصر. ولكن وأيا كانت الجهة أو الجهات المسؤولة عن الحادث، فإن الإشارات التي أرسلها قد وصلت بالفعل. فهؤلاء الشباب المسيحيون غاضبون، وغضبهم وإن توجه نحو الأمن المحاصر للكنيسة بعد الحادث فهو ناجم عن تهميش لهم لا يختلف عن تهميش غيرهم من المسلمين في بلد يعاني نصف سكانه من الفقر، تهميش مصحوب في نظرهم بتجاهل لحقوقهم حتى الديني منها. المشكلة أن السلطات المصرية ليست لديها رؤية استراتيجية لحل جوانب الملف القبطي. أنا أعتقد أن الملف القبطي الحالي هو أخطر تحدي يواجه نظام الرئيس حسني مبارك. والغاضبون على هذا الجانب كالغاضبين هنا، ممن اعتبروا أن الكنيسة التي اتهموها باختطاف نساء أشهرن إسلامهن هي العدو، وخرجوا في مظاهرات تطالب بالثأر منها ومن رموزها، معتبرين أنهم يستعدون الخارج على مصر للحصول على حقوق لا يستحقونها. وبين هذا وذاك يأتي من يدركون أن الجميع في الهم والوطن شركاء، وأن التهديدات الخارجية من تنظيم القاعدة أو الداخلية ممن هم على شاكلته لا تفرق بين مسلم ومسيحي، تماما كما لم تميز شظايا الانفجار بين من سقطوا هنا وأريقت دماؤهم في أولى ليالي العام الجديد. وتعلو الأصوات للمطالبة بالوقوف ضد تشدد على الجانبين قد ينذر بالمزيد من التوتر مع تشييع الضحايا. ومع ذلك تبقى الحلول المطروحة طويلة المدى في وقت تحتاج العلاقة بين أقباط مصر مسلميها ومسيحيها إلى من ينزع فتيل الأزمة وبسرعة، وبعيدا عن الحلول الأمنية التي قد تزيد الوضع توترا اصلا. دينا سمك، الجزيره، الاسكندريه. ومعنا في هذه الحلقه من القاهره كل من الدكتور محمد رفاعه الطهطاوي المتحدث الرسمي باسم مشيخه الازهر، والسفير جمال اسعد عبد الملاك عضو مجلس الشعب المصري. اهلا بضيفينا. لو بدانا بالسفير جمال اسعد عبد الملاك، هذا الحدث وهو الأخطر تقريبا في ملف الاعتداءات على الأقباط في مصر، ما الذي يعنيه بدرجة كبرى؟
بداية أنا مش سفير، ده سيادة السفير الشخص الآخر اللي معايا. أولا هذه الحادثة بلا شك من أخطر الحوادث الطائفية والإرهابية التي تمت ضد الأقباط في مصر تنفيذا وتخطيطا، خاصة عملية السيارات المفخخة أو العمليات الانتحارية. هذا نوع جديد من مثل هذه الأحداث، الشيء الذي يجعلنا بداية أن تتجه أنظارنا إلى تهديد القاعدة الذي كان من حوالي شهرين والذي صدر من تنظيم العراق يهدد الأقباط في مصر نتيجة لبعض الممارسات الطائفية والمناخ الطائفي المحتدم في مصر. نقول إن هذه رسالة لا شك ليس مقصود بها الأقباط فقط، ولكن عندما تكون الحادثة إرهابية وليست طائفية، بمعنى أن الحوادث الطائفية هي تكون بين مسلمين ومسيحيين لأسباب عدة، وهذه يمكن محاصرتها ونعيش في ظلها منذ عقود، ولكن حادثة إرهابية تقصد المسيحيين في حيث التوقيت ومن حيث المكان، فهذا هدف لا يخفي على أحد. ولكن في ذات الوقت حيث أن مصر لا يوجد بها تركيبة جغرافية طائفية ولا تركيبة سياسية طائفية، نقول رغم أن الأقباط هم المستهدفون بشكل مباشر، حتى نتج عن هذا الحادث الغير إنساني والغير أخلاقي والذي لا يخضع لأي عقيدة دينية أو أخلاقية أو إنسانية مهما كانت الظروف، نقول أنه أيضا هو موجه للاستقرار المصر. عندما يهدد تنظيم القاعدة أقباط مصر، أقباط مصر مواطنون مصريون، الدولة مسؤولة عنهم، والأقباط ليسوا دولة بذاتها حتى يتم تهديدهم بشكل مباشر، ولكن التهديد أولا وأخيرا للنظام المصري وللدولة المصرية. نعم دكتور طهطاوي، هل فعلا الاستقرار المصري هو المستهدف قبل أن يكون الأقباط كذلك؟ والله أولا أنا أحب أوجه تحية لحضرتك باعتباري من المعجبين بك. بارك الله فيك. ثانيا الأستاذ الكبير جمال أسعد أنا أراه صالحا لأن يتحدث باسم المصريين جميعا، مسيحيين وأقباط، لأنه وطني قومي مدرك للمخاطر التي نواجهها، وأنا أتفق معه تماما في أن المستهدف ليس المسيحيين، وإنما المستهدف هو أمن مصر كلها. وأنا لا أتصور أن هناك مصلحة سياسية لتنظيم ولا لفئة سياسية في إحداث هذه الفتنة. يعني أنا أنظر لما حدث في سياق ما يحدث في المنطقة كلها، مسألة التفتيت المذهبي والطائفي التي تجري للمنطقة كلها بهدف إضعافها، والتي لا يستفيد منها إلا الأعداء المشتركون. سيد طهطاوي، على ذكر الإشارة للمنطقة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني قال بأن هذا العمل الإجرامي، هذا كلامه طبعا، هذا العمل الإجرامي يحمل بصمات وأدوات اللعبة السياسية الخارجية في الصراع العربي الإسرائيلي. تعتقد فعلا هذا هو السياق الأساسي لما جرى؟ والله أنا أعتقد يعني الإمكانيات التي سخرت والتوقيت كل هذا يشير إلى أيدي أجنبية، وأنا أقول حتى لو كان الفاعل الفعلي كائنا من كان، أنا أقول أن وراءه مخططا أثيما خارجيا، وأن هذا الفاعل ما هو إلا أداة دون أن نعرف من هو الحقيقة حتى الآن. نعم سيد جمال أسعد، في هذه الحالة سواء تأكد أنها القاعدة أم ليست القاعدة، تعتقد بأن بصمات ما جرى تعني هذا المعنى بدرجة أساسية؟ أولا هنا يجب أن نضع أمامنا أكثر من تحليل وأكثر من جهة في هذا الإطار. الذي نفذ هذه الحادثة الأليمة والآثمة هو أيا كان القاعدة أو غير القاعدة، ولكن هناك تخطيط أجنبي، تخطيط من خارج مصر بالتأكيد، ولكن لا شك أن التنفيذ كان من داخل مصر. وهنا أقصد أن تنظيم القاعدة ليس هناك ارتباطا عالميا بالتنظيم، ولكن الآن يوجد ما يسمى بفكر القاعدة. هناك بعض الشباب المتطرف والغير واعي والذي يغرر به يمكن أن يفعل مثل هذه الحادث على
نطاق ما يتم في القاعدة. ولكن أقول لا يمكن أن نسقط من الحساب أيضا أن هناك مخططات استعمارية صهيونية في المنطقة موثقة ومعلنة. يعني فيه وثيقة 1979 مخطط الصهيوني لتقسيم المنطقة على أسس طائفية. هناك أيضا رئيس المخابرات الإسرائيلية العسكرية الإسرائيلية الذي أعلن منذ شهرين ويتفاخر بأن إسرائيل وضعت يدها في المنطقة وخاصة في مصر من خلال تخريب العلاقة الإسلامية المسيحية. نقول على هذه الأرضية إذا كان هناك مخطط أجنبي وتنفيذ مصري أيا كان هؤلاء، فهؤلاء إما يعلموا هذا المخطط وتبقى شيء خطير جدا، بالتالي لا علاقة لهم بالإسلام ولا بالمطروحات السياسية في المنطقة العربية الإسلامية، أو إنهم يفعلون هذا خدمة لهذا المخطط دون أن يدروا، وكلا الحالتين خطير جدا جدا. على كل، الرئيس المصري حسني مبارك كان صارما في الكلمة التي توجه بها إلى الشعب المصري وتحدث بشكل واضح لا لبس فيه عن أيادي خارجية، لنتابع ما قال. إن هذا العمل الآثم وحلقة من حلقات الوقيعة بين الأخباط والمسلمين، لكن الله رد كيد الكائدين في نحورهم. فلقد أكد من جديد أننا جميعا في خندق واحد، وأننا جميعا سنقطع رأس الأفعى ونتصدى للإرهاب ونهزمه. بغض النظر عن من قام بهذا العمل دكتور طهطاوي، هناك مطالبات بإقالة وزير الداخلية وهناك حديث عن تقصير أمني، هل تعتقد فعلا بأن ما جرى به بعض الثغرات من هذا القبيل؟ والله أنا لست خبيرا أمنيا، ولكن لا أعتقد أن هناك تقصير أمني، لأن الأمن يعني يولي اهتمام كبير جدا بضمان أمن الكنائس وضمان أمن الإخوة المسيحيين بصفة عامة. لكن أنا أقول إذا أردت أن تعرف الجاني فابحث عن المستفيد، وأنا بطلب من العقلاء جميعا من المصريين وغير المصريين أن يبحثوا عمن يستفيد من هذا. أنا لا أرى مصلحة عربية ولا إسلامية في أن تضعف مصر بإثارة فتنة بين أبنائها، أو أن الآن سمعنا مطالبات بحماية خارجية للمسيحيين في مصر، هل هذا عمل يقبله المسلمون أو يسعى إليه المسلمون؟ أنا أقول الذي يسعى لهذا العمل هو في الواقع يضرب المسلمين قبل أن يضرب المسيحيين. هو هذا ربما سيكون هو ربما عفوا سيكون هذا جزء من التحديات الأساسية التي ستطرحها الحادثة في الساحة السياسية المصرية. هذا ما نريد أن نتطرق إليه، مستقبل التعايش المسلم المسيحي في مصر والتحديات التي فرضها هذا التفجير الأخير. لنا عودة لهذا الموضوع بعد فاصل، نرجو أن تبقوا معنا.